اهلا بيكم في فيديو جديد من الفيديوهات التكميليه اللي قلنا ان احنا هنحاول ان احنا يعني ايه نواظب عليها وتفضل ما بين حلقات البرنامج. فيلم الناصر صلاح الدين فيه اخطاء تعدي وممكن نقبلها يعني من باب الحبكه زي ما هنقولها، وفي اخطاء من وجهه نظر ما تعديش. فكره تصدير ان العرب موحدين وان صلاح الدين اللي هو كردي ان هو سلطان العرب يعني مقبوله مش مشكله يعني من باب الوحده العربيه، وفكره ان عيسى العوام يطلعوه مسيحي برضو مقبوله من باب الوحده الوطنيه، وفكره ان هو كان بيحب واحده ملهاش وجود يعني اللي هي لويزا دي مقبول من باب ان الوحده وحشه اساسا يعني، وانك تطلع ريتشارد اللي هو احد اقبح الشخصيات السياسيه في التاريخ بشكل ان هو الراجل اللطيف اللي جه عشان خاطر يعني زعلان ان الحجاج بيمنعوا من بيت المقدس، والحمد لله لما سمحوا لهم يروحوا فرجع تاني. دي فكره غريبه جدا وهنتكلم بالتفصيل مين الراجل ده. مبدئيا ملك انجلترا ما كانش يجيد التحدث بالانجليزيه، يعني دي من المفارقات. يعني هو امه فرنسيه ريتشارد، وابوه ابن عم امه. يعني هي طبعا هتسالني ازاي، لان انجلترا وفرنسا يعني انجلترا ما كانتش على الشكل اللي نعرفه دلوقتي، انجلترا كانت واخده حوالي نص او جزء كبير من فرنسا يعني، ووالدته كانت اساسا متجوزه من لويس السابع، ده كان ملك فرنسا، وبعد كده انفصلت عنه واتجوزت هنري الثاني ابو ريتشارد. بجانب ان هو طبعا ما كانش بيعرف يتكلم او انجليزي زي مصادر كتير ما كانت بتقول. ريتشارد كان ابن عاق. فكرة ان هنري الثاني ده كان من الناس الى حد ما جيدين بالنسبة لانجلترا، لان هو بدأ يرثي قواعد او القوانين يعني. ريتشارد كان ابن عاق وجمع اخواته وعملوا ثورة ضد ابوهم، وكانوا بيتحالفوا مع اعداء ابوهم. طبعا انجلترا وفرنسا زمان كان في خلافات كبيره بينهم، خاصه في مشاكل على حدود وكده يعني. ابوهم يعني جمع قواته كسر شوكتهم، راح احتضر لابوه ويعيط له، وابوه فعلا خلاه يعني حاكم على احدى المناطق. يسكت على كده ما يسكتش. على فكره في الفتره دي كان في حتى الثورات اللي ضد والد ريتشارد كان بيقمعها ريتشارد، وكان في حالات اغتصابات وانتهاكات كبيره جدا لحقوق الانسان، فهو كان انسان دموي وبشع. رغم ان ابوه سامحه ولاه يعني منصب، رجع يتحالف تاني مع فيليب الثاني ملك فرنسا، وهو ابن جوز امه. شوف ابن جوز امه بيتحالف مع ابن جوز امه على ايه؟ على ابوه يعني. والمره دي بقى استطاعوا ان هم يعني العيال يكسروا شوكه ابيهم، والراجل يا عيني مات كمدا وحزنا بسبب اللي حصل ده، وتولى ريتشارد ملك انجلترا. على فكره من الاقوال اللي بتتقال على ريتشارد ان هو خاف يخلف عشان ما يحصلش فيه اللي حصل مع ابوه. قال لك مفيش حاجه مضمونه دلوقتي، اخلف واد وبعد كده ايه يزحلقني. المهم ان ريتشارد قرر ان هو يعني زي ما قلنا ان هو يسيل كل الممتلكات بتاعته يعني من عقارات ومن ذهب ومن حاجات كتيره بعد 6 شهور فقط من توليه الحكم، عشان يتوجه للشرق الاوسط وعشان تحديدا يقبض على صلاح او يعتقل صلاح الدين الايوبي. احنا الغريب اللي انا مستغرب له ان كل المصادر الغربيه بيتكلموا عن ريتشارد ده الراجل الشهم، الراجل القوي، الراجل اللي كان بيدافع عن الصليبيين، وده حقهم او ده منطقي يعني، مش هنقول حقهم يعني، لان دول المتهمين، فانت بتحاول ان انت تدافع عن نفسك. اما احنا الغريب ان احنا نفسنا اللي بنحاول نبروزهم بشكل حلو يعني. ريتشارد طبعا ما حصلش ان هو راح مع ملوك المانيا وفرنسا، لا ده كانت الامور مش كويسه ما بينهم. نزل على قبرص والراجل استقبله، وبعد كده حصلت ما بينهم مشاكل، راح مديله على قفاه وسيطر واستولى على قبرص، ومنها راح طلع على عكا. طبعا عكا ما تسلمتش زي ما طلع في الفيلم ولا حاجه. عكا اتكلمنا ازاي سقطت في الحلقه الاولى من سلسله صلاح الدين مش ايوبي، مش عايزين نعيد نفس الاحداث يعني. اتكلمنا عن مشاكل استراتيجيه وعسكريه حصلت. المهم يعني ان ايه، ان ريتشارد وقواته فضلوا في يعني في حرب شديده مع والي عكا. والي عكا هو بهاء الدين قرقوش الاسدي، ده كان صديق ووزير لصلاح الدين الايوبي، وكان هو المسؤول عن فكره بناء اسوار القاهره والقلعه وحتى بناء اسوار عكا. طبعا ما مش نفس اللي حصل خالص في الفيلم، ان فكره ان عكا تم تسليمها يعني بشويه خمر وشويه اغراءات يعني، ولكن ابدت مقاومه لمده سنه وثمان شهور. بهاء الدين اللي هو والي عكا كان من الناس اللي اتأسرت واللي قعدت كتير في الأسر يعني. عكا لما اتسلمت يعني اتسلمت باتفاق وبأمان، منحهم الأمان ريتشارد للأسرى، كانوا حوالي 3000. أي نعم في روايات بتضخم العدد، بس هو الأقرب للصح إن هم كانوا حوالي قرب 3000.
ده رقم كبير جدا على فكرة يعني. وريتشارد بعد ما اداهم الامان تم اعدامهم، ودي كانت فاجعة كبيرة جدا ان انت تدي الناس الامان وتسلم البلد ومش عارف ايه، والاسرة بالذات يعني لهم مفترض معاملات معينة يعني. ويقال عن ريتشارد ان هو اكل احد المسلمين يعني، تم طبخه يعني واكل من لحمه يعني. ممكن انا مش مقتنع بده قوي، ولكن رواية بتتقال عنه يعني. ريتشارد يعني بيتم تصويره يعني في فيلم صلاح الدين ان هو كان صديق بقى لصلاح الدين وحبايب، وحتى يعني في البعض بيعيب عليه ذلك يعني. ولكن يعني انا من اللي شفته يعني مش عارف العلاقة دي فين يعني. يعني هو طول الفترة دي هو ريتشارد كان عايز يتقدم لعسقلان. عسقلان دي كانت نقطة استراتيجية جدا يعني في طريق يعني في تأمين طريق الإمداد لمصر يعني. بعد كده هو حاول يطلب كتير لقاء صلاح الدين، يبعت له مراسيل وتعالى نقعد، هو كان بيرفض. كان في خلافات حوالين القعده واهدافها ويعني جدول الاعمال، والمترجم الترجمان يعني قال له انا يا راجل ده انا لا فاهمك ولا هتفهمنا، نروح نقعد ونعمل ايه؟ ولكن كان باين في معظم المواقف ان صلاح الدين مش طايقه يعني. وكان ريتشارد يعني ايه عنده طبعا مشاكل بتحصل في انجلترا، زي ما قلب على ابوه كان اخوه بيخطط باستمرار ان هو ياخد الحكم يعني. فكان هو عنده ازمه، وطبعا زي ما احنا عارفين ان هو اهان دوق النمسا، هزقه يعني وقطع اللافتات بتاعت فرنسا وشتم يعني قادة اوروبا، فكانوا على خلاف كبير معاه وسابوه ورجعوا يعني. فكان ريتشارد عايز بقى يخلص بقى من القصة دي ويرجع بقى لانجلترا يشوف بقى ايه اخوه نيل ايه، وعنده معارك كبيرة مع فرنسا يعني هناك، فحابب ان هو يقابل صلاح الدين ويعمل معاه اي تسوية يحفظ بيها الحاجات اللي تم يعني ايه اللي خدها ريتشارد. عرض كذا هدنة يعني بس بشروط ما كانتش جيدة. فكان علاقته قوية بالملك العادل مش بصلاح الدين، كان علاقته بأخو صلاح الدين اتكلمنا عنه تقريبا برضو في الحلقة الأولى. كان راجل دهي يعني في السياسة وفي المفاوضات والحاجات دي، وكان بيتردد كتير على ريتشارد. وريتشارد كان عايز يجوز أخته، بيقول كده يعني اضمن ان ايه ان انا اسيب الايه المملكه في ايد اختي يعني. اخته دي كانت مرات حاكم صقليه في ايطاليا، جوزها توفى فراح خدها معاه وهو جاي. المهم لما قال لاخته كده قالت له انت عبيط ولا ايه ده؟ ده انا مسيحيه وده راجل مسلم. لا لا ما هيتنصر يعني. وبدا يعني يجدد العرض شويه شويه، فبعد كده قال ايه، قال للعادل يعني قال له ايه انا هروح ابعت لايه للبابا يعني عشان دي مساله حلال وحرام ومش عارف ايه، فانا هبعت له بقى ايه اشوف الموضوع ده ينفع ولا ما ينفعش في خلال 6 شهور يعني. لو ما نفعش هجوزك، لو قال لي انه حرام هجوزك بقى بنت بنت اخويا. فهتقولي ازاي يعني ايه مش حرام في دي وحلال في دي؟ لان هم عندهم يعني وفقا لمعتقداتهم او العادات هنا يعني ان هو الثيب او اللي هي كانت متجوزه لازم يتم سؤال او استفتاء البابا في امرها، بينما البكر عادي الاهل يتجوزوها بالطريقه اللي يشوفوها يعني. المهم يعني قساوسه كتير قلبوا عليه وقال له انت تجيب لنا العار ولا ايه؟ الله يخرب بيتك وبتلميتك. فالموضوع باظ يعني. حتى من المواقف الغريب يعني ان هو بعت ابن اخوه اسمه كندهري، كندهري بعته لصلاح الدين بيقول له ان عمي يعني ملكني الساحل ساحل الشام وعشان نعمل هدنه، ويا ريت تعتبرني عيل من عيالك يعني. فصلاح الدين كان هيقوم يعني يلسوعه، كان هيفتك بيه من كتر الغيظ يعني، بأي أمارة يعني بيملكك كذا ويا ريت تعتبرنا عين من عيالك. المهم يعني كان المسلمين يعني بصراحة في وضع صعب جدا، ما بين يعني كذا خسارة ورا بعض والناس زهقت، وكانت النفوس في وكان ممكن يخسر صلاح الدين يعني ايه مناطق أخرى يعني بجانب التعب والمرض اللي حصل له. فقرر ان هو يحقن الدماء لحد ما يعيد ترتيب الصفوف، وريتشارد رجع تاني لأوروبا. طبعا ريتشارد على خلاف كبير مع فرنسا. انجلترا يمكن على الخريطة ورا فرنسا بالنسبة لمصر، ورا فرنسا. فالمهم يعني هو عايز يرجع ومش عايز يعدي على فرنسا عشان على خلافات معاهم لحسن يروح لبينه يعني. فرح قرر ان هو يخش من صقلية، كان تعب
فمين اللي مسكه هناك؟ دوق النمسا. راح مسلمه لحاكم هنري السادس، ده كان حاكم المانيا، فقال له خد يا عم حبيبك اهو. ايه طبعا محدش كان طايقه يعني، فحاكم المانيا حب يستغله، قال له بقول لك ايه، انت هتدفع ولا اسلمك؟ اسلمك لفليب يعني ايه حاكم فرنسا، يعني مش عارف يطفي السجاير تحت باطك ولا يعمل فيك ايه. وبدا يبتزه، قال له تدفع من 100,000 ل 150,000 فرانك، ده كان رقم ضخم جدا يعني. وبالفعل يعني رضخ ريتشارد ودفع هذا المبلغ وراح لانجلترا، ومن ساعتها راح ايه يدور الضرب في فرنسا بالفلوس اللي دفعها يعني لألمانيا يعني. وبالفعل بدأ ايه استنزف حوالي 4 سنين بعد عودته من الشرق الأوسط يعني، في حصار وقتال فيليب حاكم فرنسا، وهو محاصر لإحدى القلاع اسمها شالو أو شالوس. حصلت بقى الواقعة اللي احنا شفناها في الفيلم بقى، إن فكرة جاله سهم مسموم وهو ما كانش مكترث قوي وكمل، وكان هو للأمانة يعني هو كان مقاتل صعب شوية وعنيد وعنده قوة وذو بأس شديد يعني. هو في التاريخ أو في يعني عند كتاب التاريخ اسمه الإنكتار، معرفش ليه يعني، يا ريت لو حد يعرف ليه يقول لي يعني، بس هو بيقولوا عليه الانكتار يعني. فكانوا دايما يصفوه بان هو راجل اي نعم في كل المبيقات، وراجل فاجر وسافل وخاين وكل حاجه، بس كان قوي في القتال وذو بأس شديد يعني. فبعد ما اصيب بالسهم اصيب بالغرغرينه، لان هو كان سهم مسموم وهو تجاهله عشان يكمل القتال يعني. فالغرغرينة انتشرت في جسمه، واكتشفوا ان اللي ضربه بهذا السهم المسموم هو طفل صغير يعني. كان ريتشارد قتل ابوه واخواته الاثنين يعني ومات، والعرب من هنا بدأوا يسموه يعني او يقولوا عنه الاسد الذي قتلته نملة. وطبعا كان جون بعد كده مسك الحكم، وحصلت بعد كده مشاكل، والنبلاء طلعوا عليه بثورة كبيرة جدا التي أنجبت ماجنا كارتا. دي كانت أول وثيقة أو أول دستور في التاريخ، أول حاجة يعني تبقى ورق محطوط عن الحقوق والحريات اللي استفادت منها أمريكا بعد كده في التحرر من إنجلترا. فإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، ونترككم في خير.